السلام عليكم شباب، ده الفيديو التاني معانا. هتكلم فيه عن التاجر ده بالذات، احاول افهمكم ايه اللي موجود فيه، وفي شوية سكرولات كده ليها طريقة في العمل بتاعها، فعايز اعرفكم برضو ازاي عشان الاسئلة ما تزيدش عليه. تمام، التاجر بتاعنا هنا معانا في اول قائمة، فيه ستون 11 و12 و13 و14، ال11 جولد وال12 بجولد برضو وال13 بجولد، ال14 هي اللي فيها حاجة مختلفة ان هي جولد زائد ارينا كوين. تمام، كده الخانة اللي هو الجروب الاولاني. الجروب التاني اد والباودر. تمام، معانا هنا الاربع كوين بتوعنا، معانا الادفانس بتاعنا، البلاس للديفل، المورتال ديجري 13 ديجري 14. هنا معانا اللاكي باودر اللي هي ليفل 1 اللي هي الخاصة بتاعت الديفل. تمام، 12 ديجري 12 ديجري 13 وديجري 14. السكرول هنا معانا سكرولات بس الهولي ووتر ده، لو انت دخلت الهولي ووتر تمبل ليك مرتين في خلال 24 ساعة. لو عايز تزود تاني ممكن تجيب السكرول دي تشتريها تجربها، هتقدر تدخل تاني ابجريد نوفا تمون. هنا احنا كاتبين، انا كاتب لك في الديسكريبشن بتاعها، يو كان يوز ذيس سكرول اف يو هاف نوفا ايتم بلس 8. بعدين بوت يور ايتم ان ذا فيرست سلوت ان يور انفنتوري اند يوز سكرول. جميل جدا. طيب يبقى انا لو معايا ايتم نوفا بلس 8 هروح جايبه نوفا بلس 8، هحطه في اول خانه. بعد ما احطه في اول خانه هقرب السكرول. السكرول دي هتعمل لي زي تيليبورت، هاجي هنا هلاقي معايا سكرول، معايا الايتم بدل ما هو كان نوفا بلس 8 هيبقى مون. تمام، السكرول دي شغاله مع الديجري 14 بس. معانا السكرول اللي بعدها ابجريد مون تو صن. جميل جدا. طيب ديسكريبشن بتاعها، يو كان يوز ذيس سكرول اف يو هاف مون ايتم بلس 10، بوت يور ايتم ان ذا فيرست سلوت ان يور انفنتوري اند يوز سكرول. جميل. طيب مفهومة اهي، يعني نفس الحكاية، بدل ما يكون معايا نوفا بلس 8 هحطه في اول خانة عندي في الانفنتوري اللي هي اول خانة ديت. تمام، وهضرب السكرول ده مهما كان مكانها مش هتفرق طبعا، بس لازم يكون الشرط مون بلس 10. جميل جدا كده كده. تمام، هيتحول معايا الايتم صن، نفس الايتم طبعا. دامج اتش بي ام بي معانا هنا، الريموف ادفانسد دريجوب، ريموف بريميوم لو معاك بريميوم عايز تمسحها، ريسيت يور ستيت، الاي ان تي والاس تي ار بتوعك يتصفروا تعملوا من جديد، ريسيت يور سكيل، السكيلات اللي عندك هتتشال، ريسيت فورجيتنج اول تايم لو انت دخلت فورجيتنج اول وعايز تدخل تاني عشان بيبقى ليك تايم معين كل مره، ومعاك الريسيت جايلد ويت اللي هي لو انت طلعت من جايلد ومش عايز تستنى الايام الثلاث ايام بتوع الجايلد. الخانة الرابعة دي ايتم تشينج، سكرول تشينج، بس عشان محدش يغلط دي بتشتغل مع الايتم الصن بس، لا مع المون ولا مع النوفا. تمام، ولو انت معاك مثلا ستاف وعايز تخليه كروس بو، هنا كاتب لك برضو ايه this description to use this scroll make sure your weapon in your hand. يعني ديت مش زي التانية، ديت ما تبقاش في اول خانة، لا انت لازم تكون ماسك السلاح في ايدك، وبعدين ديت عبارة عن سكرول لما بتشتريها كليك بتصفرك زي تيربورت كده، بتلاقي السلاح اللي في ايدك يتغير. سويتش نوفا كلوزس، التلات سكرولات دول بقى مختلفين. ديت السويتش نوفا كلوزس ديت تخلي لك النوفا كلوز من ميل في ميل اي ايتم، بس في الديسكريبشن هنا كاتبها لك برضه عشان ما حدش يغلط، يو كان يوز ذيس سكرول اف يو هاف نوفا ايتم اند يو نيد سويتش فروم ميل تو فيميل اور فيميل تو ميل، بوت يور ايتم ان ذا فيرست سلوت ان يور انفنتوري اند يو سكرول. هنا السكرولات دي هتحط الحاجه بتاعتك في اول خانه. تمام، ده بالنسبه للايتم النوفا، وده بالنسبه للايتم المون، وده بالنسبه للايتم الصن. كل حاجه ليها حاجتها. تمام كده، الجروب ده اعتبر انه يعني اعتقد انه خلص كده. تمام، معانا هنا ايتم ديجري 11 وديجري 12
ده عشان وانت بتلفل انت معاك اوتو كيوب انت لغايه ديجري 9، فانت هتحتاج حاجات اعلى. تمام. الجروب اللي بعديه بريميوم بليسنج ايتك، لا نسينا الافاتار، اولد افاتار. طبعا دي مجموعه افاتارات اللي هي الاولد افاتار. تمام. الجروب اللي بعديه بريميوم بليسنج ايتك. اول حاجه معانا البريميوم بتاعتنا جاد بليسنج الاكستنشن الديفل الريس جلوبال ريفرس سكرول زيرك انجل ميل وفيميل هونر ايلمنت. ده لو انت معاك تابلت وعايز تعملها خليها ستون. ماستر كوين ايتم، دي طبعا افاتارات جديده، دي تقدر تشتريها بحاجه اسمها ماستر كوين. هنتكلم على الكوينات وكل كوين بينزل فين وظروفه ايه ودنيته ايه سون. دي فاضيه. تمام كده احنا خلصنا موضوع ال ان بي سي التاجر دوت. يا ريت تكونوا عرفتوا ايه كل السكرولات اللي فيه وتشتغل ازاي زي ما انا حكيت بالظبط، عشان ما حدش يغلط في حاجه ويرجع لي تاني بعد كده. اشوفكم في فيديو تاني نتكلم في حاجه تانيه.